مساء الخير عليكم. هذه التغطية من أهم التغطيات اللي أقدمها. اليوم أنا موجود في مركز مبيعات دارة التابع إلى شركة أجدان. تغطيتنا بخصوص الفلل السكنية اللي موجودة في مجتمع قمرة اللي موجود بصفوة. طبعاً مركز المبيعات هذا موجود بوسط العوامية، مشروع وسط العوامية الرامس. طبعاً اليوم لما نتكلم عن شركة أجدان نتكلم عن شركة غنية عن التعريف، عندهم مشاريع كثيرة، مشاريعهم كلها استثنائية تسعى إلى رفع جودة مستوى الحياة. عندهم مشاريع استثمارية، مشاريع عقارية، عندهم مشاريع ترفيهية، كل مشاريعهم فخمة وأتوقع معظمكم يعرفها، مثل أجدان ووك، أجدان رايز، إنفينيتي، إم سي سينما، باي فرونت، مجتمع رسيم. وأنا شخصيا طلعت على إحدى مشاريعهم السكنية بالرياض، مشروع رابية، وعملنا تغطية وشفنا كيف جودة البناء حقهم، تصاميمهم الجميلة الإبداعية العصرية. فاليوم تغطيتنا تذكيرية، أنا صورتها من قبل ولكن نصورها لكم ثاني مرة في مشروع دارة. اليوم أنا أقول فرصة شراء، وصلنا إلى المرحلة الأخيرة في مرحلة البيع الأولى، إلا الفلل يبدأ سعرها من 1,076,000، طبعا هذا بدون الدعم. الفلل جاية بعدة نماذج وبمساحات مختلفة وكلها بتصاميم عصرية، طبعا وكل الفلل مصممة بجودة عالية ومساحات رحبة. طبعا البناء بالبلوك الخرساني، طبعا هذا يضمن إلينا المرونة في التغيير مستقبلا. طبعا الفلل عليها ضمانات على العزل المائي والهيكل الإنشائي لمدة 10 سنوات، وجميع المواد المستخدمة في المشروع متوافقة مع الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس، وجميع المواد الإنشائية والتشطيبات مطابقة للكود السعودي. ناخذ معاكم هذا النموذج، فيلا رقم 2، طبعا مساحة تبدأ من 250 متر مربع، مسطح البناء 343 متر مربع. طبعا لو تلاحظون معي التصميم الخارجي تصميم مودرن، وهذا شكل السور. طبعا كل البناء بناء على الصامت يضمن الخصوصية لجميع الفئات. طبعا راح تتفاجئوا ان مساحة الارض 250 وكيف استغلال المساحات فيها وكيف هالتصميم الهندسي البديع. طبعا اليوم في شيء مهم، موضوع المسطحات الخضراء، شيء يشرح النفس يا جماعة. تخيلوا معي هذا المدخل، هنا عندنا حديقة في بداية الفيلا، وهنا على الجنب كل هذه حديقة، والحلو بناء على الصامت، يعني الجار ما يشوفك في خصوصية. والآن حديقة الجار الثاني تبدأ من هنا، يعني أنت لا تشوف جارك ولا جارك يشوفك. شوفوا الجمال. طبعا هذه غرفة الطعام، اطلع على الحديقة، النافذة هذه مقاسها 3 متر ب3 متر، متخيلين كيف جودة الحياة، كيف الجمال، كيف لما تجلس هنا وتستمتع بمنظر الحديقة الجميل. وعندنا هنا الصالة العائلية، شوفوا حجمها، ونفس الشيء إطلالتها على الحديقة. وهنا مراعيين المطبخ، المطبخ مغلق علشان نضمن الروائح والطبخ ما تطلع إلينا إلى الصالة. شو رأيكم يا جماعة، تصميم بديع. هذا الدور الأرضي، وانتقل معاكم الآن إلى الدور الأول. طبعا الدور الأول فيه 3 غرف نوم، هذه غرفة النوم الماستر، شوفوا حجمها يا جماعة، وهذه غرفة الملابس ودورة المياه، وهنا صالة عائلية، وهنا عندنا غرفتين بينهم دورة مياه مشتركة. طبعا في شيء جميل جدا ان الصالة هذه اطلع لوين، على الحديقة اللي صورناها قبل شوي، والله إبداع. وهذا الدور الأخير، دور الملحق، في غرفة نوم، وهنا عندنا دورة مياه خارجية وغرفة غسيل، وهنا عندنا غرفة إلى العاملة معها دورة المياه، وهذه جلسة خارجية طبعا شبه مبنية، بإمكانك مستقبلا أنك تقفلها وتخليها صالة عائلية مغلقة. وبقت عندنا مساحة السطح هنا فاضية، طبعا عندنا الخزانات وعندنا المكيفات موجودة فوق المنطقة هذه، يعني عندنا هذه المنطقة تصميم رائع يا جماعة. هذا أيضا من ضمن النماذج المميزة بالمشروع، فيلا 3B، والمساحات تبدأ من 250 إلى 300 متر. أبغى أضيف معلومة مهمة، اللي يميز فلل دارة أن كلها مجهزة بتأسيس حق المصعد، وهذا شيء مميز أنا ما شفته بالفلل الأخرى. اللي يميز هذا النموذج الارتداد، يعني الارتداد بكامل الأرض، وعينكم على المساحات الخضراء، جودة حياة من جد يا جماعة، أبدعوا في التصاميم. والجميل في 3 مداخل إلى الفيلا، عندنا هذا مدخل، وهذا مدخل من جهة الصالة، وعندنا هذا المدخل من جهة الصالة أو من جهة المطبخ. طبعا عندنا المطبخ مفتوح على الصالة، شوفوا الجمال، وعندنا غرفة الطعام وإطلالتها الجميلة على الحديقة.
وهذا الدور الأول عبارة عن غرفة ماستر مع غرفة ملابس ودورة مياه، وعندنا الصالة وغرفتين نوم بينهم دورة مياه مشتركة. وهذا الدور الأخير أو الملحق، عندنا غرفة النوم هنا صارت ماستر دورة المياه معاها، وعندنا غرفة العاملة مع دورة مياه غرفة الغسيل، وعندنا هذه الجلسة الخارجية. طبعا جميع الفلل فيها خزانين مياه، واحد بالدور الأرضي وواحد بالدور العلوي. إن شاء الله استمتعتم معنا بالتغطية، والمفاجأة أقل نسبة هامش ربح 2.59 وبدون تحديد سقف للراتب مع البنوك بنك البلاد والأهلي والراجحي وبدون اشتراط تحويل راتب. وأيضا موظفين أرامكو بإمكانكم الشراء في المشروع عبر تمويل أرامكو. مركز مبيعات دارة يستقبلكم يوميا من الساعة 10 الصباح إلى 10 المساء، فريق مبيعات متخصص يشرح لكم كل التفاصيل عن قرب. بالإضافة موظفين البنوك موجودين يستقبلون منكم الطلبات ويرفعوها ويجيبوا لكم الموافقات بأسرع وقت. بالإضافة عندكم رابط تسجيل الاهتمام، وفي عندكم رابط أيضا فيه جولة افتراضية إلى الفلل وحساباتهم في التواصل الاجتماعي.